السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبيبنا من كل مكان، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بحب اشكركم كلكم على كل الناس اللي بتدعمنا وكل الناس اللي بتقف جنبنا، وبشكر كل الناس اللي حابة وجودنا وحابة ان احنا نكون متواصلين دايما معاهم بفيديوهاتنا وبأي حاجة بننزلها عن طريق السوشيال ميديا. اتمنى فيديو النهاردة يعجبكم، بس بعد اذنكم كل اللي مش مشترك في القناة وبيتفرج على الفيديو دلوقتي يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد، وما تنساش بعد اذنك تعمل لايك للفيديو علشان ده بيخلي الفيديو يشوفه ناس تانية والكل يستفاد. يلا بينا نشوف موضوع النهارده. رجعنا لحضراتكم تاني. موضوع النهارده يا شباب موضوع مهم، وفي كده يعني ايه حاجات مهمه قوي قوي قوي، تريكات كده لازم تفهموها، وكل الناس اللي عايزه تعدي زغاليل صغيره وعايزه يعني تحافظ على الانتاج بتاعها. جبنا الحمام ولقينا الحمام ولقينا الحمام، ولكن الزغاليل بتقع مننا وبتموت وما بنعرفش نعديها. الحضان بنلاقي مشاكل معاه، بنلاقي الحمام بنطلع بنلاقيه كاشش وعيان والزبلة بتاعته مش كويسة. كل الكلام ده هتعرفه في فيديو النهاردة، بس تابع الفيديو لحد النهاية. النهارده في كميه معلومات كتيره قوي، كميه معلومات هتفيدك انت حتى كراجل لسه داخل مجال الحمام وحابب ان انت تفهم كل تفصيله ازاي تعدي بيها الزغلول من اول لما يفك لحد لما يبقى زغلول رياني كده. يلا بينا نكمل موضوعنا مع بص يا شباب. اول حاجه كده، بسم الله الرحمن الرحيم، لازم تعرف ان الحمام الغزور المصري بتاعنا الحمام ده بيحب يعيش في جو معتدل، بيحب يعيش في جو معتدل. فانت لو عندك سلاكة او بتربي في مكان مفتوح، حاول على قد ما تقدر ان الحمام يكون الجو عنده او المناخ عنده معتدل. يعني ايه معتدل؟ يعني ما تخليش الحمام متعرض دايما لتيار هواء، لان الايام دي خاصة في الشتاء تيار الهواء ده بيعي الحمام. الحمام مش زي البني ادم، الحمام ما بيقدرش ان هو يتكلم يقول لك انا بردان، بس في لغه اشاره بين الغاوي والطائر بيعرف ان هو فرد الحمام ده عيان او بردان او هو عنده مشكله. مع معاشرتك ومتابعتك للحمام بتبدا يبقى عندك السكيلز دي، بتبدا ان انت تكتسب المهارات دي وتقدر انت تاخد بالك عن طريق الرؤيه ونظرتك للحمام. الحمام مش معنى ان هو كاشش وعامل كده ان هو عيان، ممكن يكون هو بردان، ممكن يكون الجو اللي هو عايش فيه مش مريحه، هو مش مرتاح فيه. فأول حاجة كده بسم الله إن احنا نقفل تيار الهواء ونقفل المكان البحري في أي مكان بنربي فيه ببانر أو بلوح أبلكاش، بتبدأ تقفل المكان اللي بيدخل هواء بحري قوي مؤذي للحمام. لكن المكان اللي بيدخل شمس، بيدخل هواء بسيط قوي، يا دوبك بيدخل هواء بيفلتر المكان ده، المكان اللي ما بيتقفلش. لازم الشمس تطول سلكتك ومكانك اللي بتربي فيه الحمام. هتقول لي ليه يا عم عمرو؟ الشمس مهمه قوي للكالسيوم للحمام، خاصه الطواير والزغاليل، زائد ان الشمس لما بتخش المكان بتنشف الزبل. يعني ايه بتنشف الزبل؟ هقول لك القصه دي. الزبله دي ناشفه، الزبلاية دي ناشفة، طول ما هي ناشفة كده مفيش منها أي ضرر، بس كترها في المكان بيعمل ريحة وممكن يسبب أضرار تانية لصحتك أنت على صدرك أو للحمام على عينه أو الجهاز التنفسي عنده. ففي تلك الحالات الزبلة لما بتكتر في المكان لازم إن أنت بتنظف أول بأول. طب لو الزبلة دي طرية، الزبلة دي لو طرية يبقى المكان اللي أنت بتربي فيه ده مش داخله تهويه سليمه والشمس مش طايلاه. يعني يا عم عمر انا مش فاهم حاجه من اللي انت بتقوله. واحده واحده مع بعض. المكان طول ما هو بيوصل له شمس هتلاقي الزبل بتاع الحمام ناشف. هتلاقي الزبل بتاع الحمام ناشف. لان الزبل لو فضل طري تحت الحمام في الاراضي بتاعته، او لو انت بتربي في عيون سلك زي كده هنا، والزبلايه فضلت تحت الحمام طريه، دي بتسبب امراض وبتجيب ديدان وبتجيب مشاكل تانية بكتيريه بتصيب الحمام، منها زي الجدري
منها زي الكونكر. الحاجات دي كلها بتيجي، الامراض دي بتنشا من يعني انا اسف في اللفظ الوساخه وعدم النظافه وعدم اهتمامك بالنظافه للحمام. فهنا دي كده الحاجات دي احنا لازم نكون ايدينا في الحمام على طول، لازم يكون ايدينا في الحمام على طول. يبقى اول حاجه هنقفل التيار البحري، هنهتم بالنظافه. طبعا ابو عمرو احنا عايزين بقى ايه، احنا اشترينا حمام والحمد لله لقينا حمام كويس، وخدنا معانا غواي بتفهم، لو احنا فاهمين على قدنا خدنا واحد صاحبنا بيفهم ينقي معانا، وجبنا جوز حلوين وعملنا لهم تحضين كويس وعايزين نفرخهم، وبدانا نحضن الحمام ده وناخد الحصى نحضنه تحت الحضان، والدنيا بدات تمشي معانا واحده واحده. بس الزغاليل بتطلع عم عمرو وبتموت، بتبدا تدبس كده وتموت، بنطلع نلاقي الزغاليل ميته ومقلوبه، بنطلع نلاقي الزغاليل واقعه من طالعه من الطاجن واقعه في الارض ميته، بنطلع نلاقي الزغاليل الاهالي دايسه عليها. طيب الكلام ده كله هحله لك في الفيديو ده، الكلام ده كله هحله لك في الفيديو ده. ورقه وقلم وتعالى قرب كده واكتب اللي هقول لك عليه. اول حاجه لازم وانت بتختار المحضن أو يعني انا عايز بس ايه، عشان برضك لو معانا ناس مبتدئه تبقى فاهمه انا قصدي ايه، تبقى فاهمه انا قصدي ايه. بص يا شباب دي واحده، ده طاجن انا بقول عليه محضن، تمام، عشان بس ان الناس تبقى فاهمه النطق او الكلام، عشان لو معانا ناس مبتدئه لسه يعني مبتدئه في الحمام. هنا هو احنا بنفرش رمل، وممكن يكون مخلوط بجير مطفي، وممكن يبقى موجود فيه فحم، تمام، تكسير فحم عشان الحاجات دي كلها كويسة، ممكن الحمام يحدق منها لو انت اول بتنظف، وفي نفس الوقت فرشة ان الحصواية بتاعت الحمام الغزار اللي بيضها ما تتكسرش وما يحصلهاش مشكلة. يبقى اول حاجة هنختار محضن عالي مش واطي، هنختار محضن عالي مش واطي، يعتبر ده واطي، ده مش عالي، في اعلى من كده وهقول لك ليه هنختاره عالي. ولازم نفرش رمل نظيف او جير مطفي، ولو انت عايز تحط تحديق فيها عناصر غذائيه كتيره، الحاجات دي بتتباع وهقول لك بتتباع فين. طيب ليه يا عم عمرو انا بختار محضن او طاجن عالي؟ اولا حضرتك انت بتطلع بتلاقي الزغلول طالع من الطاجن ميت، لو انت بتربي في سلك زي حالاتي، لو الزغلول صيف او شتاء طلع من الطاجن وتحرك ورا الاهالي، حتى لو هو مدبس كده بس رعن ووقع على الارضيه، الزغلول ده كل سنه وانت طيب بتطلع تلاقيه ميت. السلك للاسف او العيون السلك يمكن دي من اكتر الاضرار بتاعتها، ان الزغاليل لما بتطلع بره الطاجن وبتبدا تمشي ورا الاهالي وبتقع وهي صغيره لسه، وبتقع على الارض السلك وما بتعرفش ترجع تاني للمحضن، بتموت، لان السلك ده بيبقى في الشتاء حامل رطوبه، فالزغاليل الصغيره ما بتقدرش تتحمله فممكن تسقع وتموت. فهنا انا اخترت محضن يكون عالي عشان الزغلول ما يجلوش اي تيار هواء من اي مكان، وفي نفس الوقت يبقى الزغلول متدفي جواه مع انت فرش له فرش كويس ومحافظ على نظافته اول باول، مع ان برضك هو محكوم القص بياكل ويروح يزقه، بياكل ويروح يزقه، فالزغلول انت حاكمه فهنا انت بتحافظ عليه. زائد ان في حاجه بيقع فيها غواي كتير قوي، وهي ايه؟ ان هو بيبدا يسيب الفضلات بتاعت الزغاليل في المحضن او الطاجن وما بينضفهاش اول باول، دي لما بتكتر الزبل ده لما بيكتر، خاصه ان الزغاليل علشان اول لما بتتزق بتروح منزله فضلات، بتزق بتنزل فضلات، فالفضلات دي لما بتكتر بتعمل حشرات تحتيهم، الحشرات دي بتبدا تاخد من ريشهم، فالحمام يبقى مضعون تلاقيه طالع مطلعه ضعيف. ثانيا بتجيب لهم ديدان، ثالثا بتجيب لهم امراض زي الكانكر والجدري، وترجع تقول انا الامراض دي جت لي منين، انا ما دخلتش حمام جديد، فالحمام ده عيل ليه؟ طب انا مدي كورس ديدان
طب انا مدي كرسي كونكر، طب انا كل الحاجات دي راجعه للنظافه. يعني النظافه عليها عامل مهم جدا لموضوع انك تقدر تعدي زغلول. القصه مش في ان انت تزق زغلول او تشتري سرنجه وميكس وتديله، الفكره في انك ازاي تقدر تاهله او تعيشه في جو ومناخ يقدر ان هو يعيش فيه لحد ما يبقى زغلول كبير، لحد لما هو يبقى زغلول كبير. انك تعمل كده انك تحافظ على ريش الزغلول من هو صغير، ما يبقاش فيه اي حشرات، ما يبقاش فيه اي دبان او فيه اي حاجة. دي بتعلي من صحته، دي بتعلي من صحته وبتزود من صحته، بتخلي الفرد ما يبقاش مضعون. تلاقي فرد الحمام تمسكه بسم الله ما شاء الله، فرد الحمام في طول كده نصل كده وفرد الحمام نضيف. كل العوامل دي هتخليك تعدي اي زغلول. وانت كمبتدئ مش مطلوب منك انك تغوى حمام وشه قوي مره واحده، مش مطلوب منك انك تغوى حمام وشه قصير قوي، مش مطلوب منك انك تغوى حمام مستوى عالي عشان تجيبه ويموت منك. مطلوب منك انك تفهم ازاي تعيش الحمام، ازاي تقدر تحافظ على الحمام، ازاي تقدر تاكل الحمام في ميعاد، في ميعاد ثابت، وازاي انك تقدر تقشط عليهم في ميعاد. كل الحاجات دي لو انت عملت لها سيستم مع الحمام، صدقني نسبه الضحايا والوفيات عندك هتقل جامد. الموضوع ملوش علاقه تماما بان انا حضنت وخلاص هسيب القص التحضين قاعد على الحصى وهو هيعدي الزغلول، مفيش الكلام ده. حتى لو هو قص حنين وانت عارف ان هو بيزق، لازم تساعد وعينك دايركت تبص على الحمام. لازم صدقني الكلام اللي انا بقوله لك ده او بقوله لحضرتك لو في بنات بتتابعنا، لازم تفهموا ان تربية الحمام دي حاجة مش سهلة، واي روح ربنا خلقها انك تقتنيها وتحبسها في مكان دي حاجة مش سهلة. لازم تكون الاول دارس سلوكيات الحمام وعارف يعني ايه ان انا اجيب طير وافرخه او احبسه واجوزه. كل الحاجات دي مهمة، كل الحاجات دي مهمة. ما تستقلش بيها انك تجيب روح دي وتحبسها وهو ربنا خلقها عشان تطير. دي في حد ذاتها حاجة لازم تكون انت واخد بالك منها. غيت الحمام جميلة، وغيت الحمام فيها حاجات كتير حلوة وفيها حاجات كتير كويسة لو انت ركزت ورعيت ربنا في اللي معاك. ما تبصش لغيرك، ما تبصش لده عنده احسن مني او ده بص عنده حمام عامل ازاي. بص للي في ايدك واللي ربنا رزقك بيه. كل ما انت بتبص اللي في ايدك وربنا رزقك فيه ومحافظ عليه، هتلاقي الدنيا ماشيه معاك جميله قوي. ده كان موضوع النهارده، ولو انا نسيت اي حاجه ممكن تكتبوا لي في كومنت هتكلم فيها. واي حد يا جماعه عنده اي موضوع يا ريت يكتب لي في كومنت، هطلع اتكلم عليه، هطلع اتكلم عن اي موضوع انتوا حابين ان انا اتكلم عليه. وبعد اذنكم يا ريت الناس تدعمنا باللايك وتكتب لنا رايكم في الفيديو، عشان الكلام ده والله العظيم بيخلينا احنا مبسوطين قوي، ونحب نشوف كومنتاتكم ونحب نشوف الناس اللي بتدعمنا. انا بصراحة زعلان بس انا ما اقدرش ابعد عنكم، لان انا بحب الناس اللي بتحب الحمام وبحب ان انا اطلع افيد الناس لو عندي معلومة. فبلاش يا جماعة تحسسونا يعني ايه ان احنا مش فارقين معاكم، احنا زي ما بنحبكم عايزين نشوف حبكم ده لينا. وان شاء الله بامر الله انتظرونا في فيديوهات تانية تعجبكم. كان معاكم اخوكم عمرو اشرف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.